السلام عليكم من الله ورحمته وبركاته. أحبابي في الله، توأم الشعلة بين السماء والأرض. أكبر عذاب يتعذبه الإنسان ويشعره بحياته دائما هو أن يكون ما بين السماء والأرض، بين الجنة والنار، ولا يعرف إلى أين يتجه، إلى أين مساره. يتعرض لنسيان وسرحان وألم وتعب وقلق وحيرة وعذاب. يخطط ويخطط ويخطط ويفكر 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 ولا يجد منفذا لتخطيطاته وحياته ومستقبله. كلما شرع أو بدأ بمشروع ما، سواء كان اجتماعي أو نفسي أو حتى في حياته الأسرية، لا يستطيع أن يقرر أو أن يتخذ قرار، متردد، متحير، متألم. كلام الليل يمحوه النهار، يخطط أشياء كثيرة ويقول سوف أفعل وأقوم بعمل ما، ولكن للأسف يذهب كل شيء هباء منثورا. عذاب وألم وحيرة وقلق وتوتر، ويدخل في فوضى وعدم انتظام، لا بالحياة الأسرية ولا مع الأهل والأقارب ولا حتى مع المعارف والأصدقاء. ينزوي لوحده ويبتعد ولا يعرف أين يتجه، كالذي تائه في الصحراء دون ماء وغذاء وشيء يجعله يستمر في مستقبله وحياته ومشاريعه. هذا العذاب يأتي بسبب أن أحيانا الإنسان شغلات قدرية تحدث له، وكأن الله يمنعه من الوصول إليها. كلما خطط وكلما فكر وكلما حاول يجد هناك طريق مسدود، ويسأل نفسه الحائرة ماذا أفعل وماذا أعمل وكيف أتصرف. كلما فتحت بابا وجدته، حاولت أن أفتح ذلك الباب وجدته مغلق، وكلما اتجهت اتجاه رأيت حائط صد كبير يعيقني ولا يجعلني أن أستمر في خطتي ومستقبلي. وهنا أنا أقول لكم يا أخواني أحبتي، دعوا الأمور تسير كما تشاء، ودعوا الأيام تفعل ما تشاء، واحتكموا لرب القضاء سبحانه وتعالى. وعندما تحاولون وتحاولون، سواء كنت مطاردا أم هاربا في توأم الشعلة، وتشعر بعذاب كبير وألم وعدم قدرة على الوصول إلى الطرف الآخر، اترك الأمر. يعني عندما تحاول مرة ومرتين وثلاث وأربع وعشرة بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب وبنفس البروسيجر، فأترك هذا الأسلوب، أترك هذه الطريقة، وأترك هذا البروسيجر، وحاول بطريقة أخرى، بأسلوب آخر، بفكرة أخرى، ووكل أمرك إلى الله سبحانه وتعالى. لأن هناك أمور كثيرة نلهث خلفها ونلهث ونلهث ونلهث. يا ابنتي، يا أختي، أيتها الزوجة الفاضلة، أيتها المرأة، يا أخي وصديقي وقرة عيني، نحن لا نملك من أمرنا شيئا قويا، ولا نستطيع أن نغير الواقع، ولا نستطيع أن نغير حتى الأجواء التي نعيش بها أو الأجواء التي تحيط بنا. فنحن في مأزق عميق جدا، وهذا المأزق إن حاولنا وحاولنا وحاولنا، اعلموا بأنه هذا المأزق هو مأزق قدري، فلست أنت مسؤول عنه، ولا أحد يحق له أن يلومك عليه. إن شاء الله تكونوا فاهمين علي وفاهمين المقصد وفاهمين المغزى وفاهمين الفكرة أيضا.
وإذا عندكم أي استفسار أو توضيح أو أي سؤال أنا جاهز وحاضر بإذن الله تعالى. كثير من الأمور نخطط لها وتفشل لأننا اتبعنا نفس الطريقة ونفس الأسلوب ونفس الأشخاص ونفس الأشخاص ونفس الظروف. عليك أن تغير الظروف والأشخاص. إذا لم تستطع تغيير شخص فغير الشخص، إذا لم تستطع تغيير شخص فغير الشخص، لأنك أنت إن استخدمت نفس الأدوات ونفس الأسلوب ونفس الطريقة ونفس الظروف ونفس البيئة ونفس الأشخاص لن تصل إلى نتيجة. إن شاء الله تكونوا فهمتوا المقصد من هذا الفيديو وفهمتوا علي، وبتمنى منكم إن أعجبكم الفيديو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واللايك والشير حتى يصل إلى أكبر قدر ممكن من الناس وتعم الفائدة على الجميع إن شاء الله تعالى. وأنا مستعد للإجابة، بحب أسمع تعليقاتكم، واكتبوا لي بالكومنتس ما هي آراءكم. والسلام عليكم من الله ورحمته وبركاته.